سبق وأن صرح مشجع قادم من الخليج يقول إنه منذ أن وطأت قدماه بلاد الرافدين لم ينفق شيئا من المال الذي في محفظته، لأن أهل البصرة يرفضون أن يدفع شيئا من ماله الخاص. وذلك آخر يقول: أحرجنا العراقيون بكرمهم وإصرارهم على تقديم واجب الضيافة لنا. وثالث ورابع وخامس وعشر كلهم يقدمون نماذج من الكرم العراقي، فالمؤكد أن الكرم عادة وطبع وخلق وسلوك متأصل في العراقيين وفي طباعهم الأصيلة التي يعكسها الكرم العراقي. عماني يقول: خسرنا المباراة لكننا فزنا بمحبة الشعب العراقي أخلاقيا وكرما. نتابع ما قال: خسرنا المباراة ولكن بماذا فزنا؟ فزنا بالترحيب الحقيقي من قبل الشعب العراقي. فزنا عندما عرفنا أن بلاد الرافدين هي بلاد مليئة بالحب والود والألفة. فزنا عندما خضنا هذه التجربة من المطار إلى المباراة وإلى المطار مجددا في حماية وأمن ورعاية وعناية. فزنا بصحبة هذيل الشباب الطيبين، استبلينا ابن المخلوق وعشنا حماسة هذه الرابطة التي كانت طوال المباراة مشتعلة، وحتى الدقيقة الأخيرة المباراة توقفت والرابطة لم تتوقف. نعم خسرنا المباراة ولكن ربحنا هذه الذكريات الجميلة. ربحنا إطلالة أولى في عالم العراق وزيارة أولى ولن تكون الأخيرة، وتعلمنا أشياء جديدة عن